أنا الطالب خالد زيار أبو عودة، أدرس في الجامعة الإسلامية، طالب في كلية التجارة. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجهة المانحة، مؤسسة صدقة الأندونيسية، المؤسسة المعطاء التي رفعت كاهلا كبيرا عن أسرتي، وكل الشكر والتقدير لهم، وجزاكم الله خير الجزاء عني. أنا محمد محمود الملالحة، طالب في الجامعة الإسلامية في كلية التمريض. أشكر مؤسسة صدقة على هذه المنحة المباركة التي سوف تساعدني في استكمال دراستي الجامعية في هذه الظروف الصعبة التي نعانيها وتعانيها أسرتي، وبارك الله فيهم وأشد على أيديهم على الاستكمال في هذه المنحة. أنا الطالب حسين عبد الله الرنتيسي من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية. نشكر مؤسسة صدقة من أندونيسيا على هذه المنحة التي نحن بحاجة إليها تحت الظروف الصعبة في قطاع غزة، ونتمنى منهم المزيد من الدعم للطلبة الجامعيين في قطاع غزة.